موجود عندي. انا بشرح حالك. بيض، جزر، تفاح، عنب، دجاج، سمك. الحمد لله استطعنا عن تقديم منح للمعلمين عن الشهر العاشر ما يقدر ب 30,000 ليرة سوري لكل معلم. عدد المعلمين الذين تم شملهم بهذه المنحة ما يقارب 225 معلم ومعلمة. بذلك سننقذ ما يقارب 10,000 طالب من إغلاق مدارسهم وإيقاف عملية تعليمهم. إن شاء الله هذه المبادرة وهذا الصندوق مستمر في العمل، مستمر في تحصيل الدعم لتقديمه لأبنائنا المقدم للمعلمين. طبعا ما كل ما نقدمه للمعلم سيكون قليل وبسيط جدا على الجهود التي يبذلها، ولكن عندما قدمنا وقمنا بهذه الفكرة شعر المعلم بأن هناك من يقف إلى جانبه. بعد شهر أو شهرين من بداية التعليم في معرة النعمان اصطدمنا بشيء، أنه عدم وجود الدعم أبداً في مدارسنا. فجاءنا دعم من الأهالي من المنطقة عبارة عن صندوق دعمي كان عبارة عن 30,000 ليرة سوري تقدم للمعلم. فالمعلم يحتاج أقل شيء 300 دولار لكي تكفيه في الشهر. فماذا تفعل 30,000 في هذا الشهر؟ لا نحتاج الدعم المعنوي والكلام مثل ما بيقولوا بالعامي الفاضي، نحن نحتاج الدعم المادي. نحن كمعلمون في معرة النعمان كمعلمين نحن صامدون إلى النهاية. للكلمة ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام.